بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلاب أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Student first year of medical education, lecture a human anatomy, module an introduction to the normal human body, title the body fascia. الفاشيا definition of the fascia, it is a connective tissue under the skin. ادي زي ما احنا شايفين ده مقطع transverse sections في الارم، وبيبني اول حاجة اول طبقة للسكين زي ما احنا شايفين، تحت منها على طول الطبقة اللي تحت منها هو عبارة عن connective tissue بنسميه fascia. This is the superficial fascia and this is the deep fascia. يبقى الفاشيا it is a connective tissue under the skin. A division of the fascia، تقسيمة الفاشيا، الفاشيا بتنقسم إلى superficial fascia اللي هي واخدة اللون الفاتح اللي احنا شايفينه ده، وديب فاشيا اللي هي اللون الأزرق خفيف دون عبارة عن الديب فاشيا، وكلهتهم الفاشيا superficial وديب دول under the skin. The skin the transverse sections of the arm، ادي superficial fascia، ادي الديب فاشيا اللي هي باللون الأزرق، وادي superficial fascia اللي احنا شايفينها باللون الفاتح دين superficial fascia، والاثنين under the skin. That division superficial and deep fascia. السوبرفيشال فاشيا مطلوب مني اعرف عليها ايه؟ اول حاجه السوبرفيشال فاشيا هي بنسميها هايبوديرمس او بنسميها سبكوتينيوس تيشو. يبقى اللي انا شايفها دي السوبرفيشال فاشيا في منطقه الارم، واخدين ترانزفيرس سكشن اهو، واللي تحت الجلد مباشره بنسميها سوبرفيشال فاشيا اللي هي باللون الفاتح ده، او بنسميها هايبوديرمز او سبكوتينيوس تيشو. مطلوب مني اعرف عنها شويه حاجات. اول حاجه ان هي عباره عن لوس اريولر اديبويس تيشو، عباره عن نسيج دهني موجود تحت الجلد. طيب تاني حاجه، هل هو النسيج الدهني ده ثابت في كل الجسم؟ لا، بيحصل له فاريشن في اماكن معينه من الجسم، في ريجونز معينه. زي ايه؟ زي السكال والباك والبالم اوف ذا هاند والسول اوف ذا فوت، اربع اماكن بيحصل له سيكنينج. بايه؟ بالتركيبه بتاعته بيخش فيها كولاجين فايبرز، يبقى بدل ما هو اديبويس تيشو بيبقى كولاجين فايبر او كولاجينس فايبر موجوده فيه، ودي مهمه الكولاجينس فايبر، تعمل لي سيكنينج للديب فاشيا وتعمل لي هاردلي اتاشد تو ذا سكين، تعمل تثبيت سبورتنج ذا سكين لير كويس خالص في الاماكن دي اللي هي السكالب والباك والبالم اوف ذا هاند والسول اوف ذا فوت. في اماكن تانية من البودي ما بيبقاش فيها الدهون اللي هي موجوده فيها، بتفقد الماده الدهنيه اللي هي موجوده فيها الى حد كبير، ما بيكونش فيها ماده دهنيه. عباره عن ايه الاماكن دي؟ زي الايليد، الايليد ما فيش فيه اوبيزيت، ما بيحصلش فيه لما الانسان يبقى اوبيز يتخن، الايليد بتاعه ما بيتخنش بدانه زي ما هو، السكنس زي ما هو، ودي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى. الاوريكلز اوف ذا اير بردك نفس الكلام، تلقى بني ادم اوبيز تخين خالص لكن ودنه زي ما هي ما بتتخنش، التخن بتاعها زي ما هو. غير كده موجود في السكروتم، السكروتم كمان ما بيبقاش فيها اديبويس تيشو ولا فيها فاتي تيشو في السكروتم، ولا البينس ولا الكاليتورس، يبقى دي اماكن ما بيبقاش فيها، ما بيحصلش، ما بيكونش موجود في السوبرفيشيال فاشيا اديبويس او ليبيد او فاتي تيشو. طيب السوبرفيشيال فاشيا ليها وظيفه، ايوه بتعمل لي ستورج لمين؟ للفات، عشان استخدمه الجسم، الجسم يستخدمه اثناء الستارفيشن المجاعات وهكذا، لما الانسان يبقى عامل حمية وهكذا يحصل ايه؟ الجسم يستخدم كمادة غذائية للدهون الموجود. غير كده انها بتعمل لي كوشننج لمين؟ للانتجمنتري سيستم، يبقى هي عبارة عن بطانة لمنطقة الجلد والانتجمنتري سيستم. الديب فاشيا، ايه هي الديب فاشيا؟ ادي مقطع نفس الكلام، ادي البودي، وخدنا مقطع في الابر ليمب زي ما احنا شايفين في منطقه الارم قدام منا عشان نشوف الديب فاشيا، وممكن ناخد مقطع نظير ليه برضك في اللور ليمب في اي مكان، فبان لي هنا الديب فاشيا باللون الازرق اللي احنا شايفينه ده. دي الديب فاشيا اللي انا بشاور عليها دي، ده اللي بره خالص السكين سوبرفيشال فاشيا، واللون الازرق ده الديب فاشيا. يبقى ادي الديب فاشيا بدات اشوف وات از ذا ديب فاشيا، ميمبرينس لير اوف كونكتيف تيشو، عباره عن ميمبرينس لير اوف ذا كونكتيف تيشو، ماسكه في السكن؟ لا، ده احنا هنا بنقول انفستنج ذا اندرلاينج
muscle and structures. يبقى بتعمل لي investing، بتضم لي مجموعة العضلات اللي تحت منها، الحاجات اللي تحت منها بتعملها support وتضمها وتخليها in its position. فالمصل أثناء contractions بتتحرك، لكن بدناها في مكانها. مين اللي عمل لها support؟ الديب فاشيا اللي احنا شايفينها دي. غير كده ان الديب فاشيا اللي احنا شايفينها دي، السوبرفيشال لير اوف ذا ديب فاشيا اللي احنا بتعلم عليها دي، بيطلع منها expansions part من الديب فاشيا يمسك في البون دي، اسمها intermuscular septum. intermuscular septum، وده شيء مهم جدا، يقسم لي مجموعة العضلات لأنتير كومبارتمنت تعمل لي مسؤول عن عملية الفليكشن، وبستير كومبارتمنت مسؤول عن عملية الاكستنشن. مثلا ده الكلام ده اكزامبل لو في الار، يو بتقسم لي مجموعة العضلات لأنتير كومبارتمنت بستير كومبارتمنت في أماكن تانية إلى لاترال وميديال كومبارتمنت وغير ذلك. يبقى انتر ماسكولار سيبتم بتخلي لي كل جروب من المصل تشتغل لوحديها as one unit. طيب الديب فاشيا في منطقة السيرفيكال ريجون، ادي البودي اهو، خدنا السيرفيكال ريجون، خدنا في مقطع بان للترانزفيرس سيكشن زي ما احنا شايفين كده. بيبدأ اول حاجة بالسكين، ادي السكين، تحت السكين مباشرة بيكون في سوبرفيشال فاشيا اللي باللون الاصفر ده، وبعد كده الديب فاشيا، ادي الديب فاشيا اوف ذا سيرفيكال ريجون. فالديب فاشيا اوف ذا سيرفيكال ريجون بتاخد اربع اماكن او اربع اسامي او اربع اشكال. ايه هما باختصار شديد؟ اول حاجه ديب سيرفايكال فاشيا، اول طبقه منها اللي احنا شايفينها دي اسمها ديب سيرفايكال فاشيا، او فاشيا كولي بنسميها فاشيا كولي، او انفستنج سيرفايكال فاشيا. لها ثلاث اسامي قلناهم اهم، فاشيا كولي، انفستنج سيرفايكال فاشيا، ديب سيرفايكال فاشيا. يبقى دي اول طبقه منها اللي احنا شايفينها دي، ودي بتعمل لي انفستنج لعضلتين مهمين. ادي عضله منهم اسمها الترابيزيوس، وعضله انتيرو اسمها ستيرنوماستويد، وبتعمل انفستنج لباقي الاستراكشرز اللي تحت منها. يبقى دي ايه هي؟ اللي هي الفاشيا كولي او الديب سيرفايكال فاشيا. طيب بعد منها في نوع تاني من الفاشيا بيعمل لي انفستنج للفيسرا، الفيسرال ستراكشرز الموجوده في السيرفايكال ريجون اهي اللي انا بشاور عليها، واسمها بيري تراكيا الفاشيا. ادي دي البيري تراكيا الفاشيا، دي انفستنج لمين؟ للثايرويد جلاند والتراكيا والاسوفيجاس، ثلاثة ستراكشر بتعمل لهم انفستنج اللي هي البيري تراكيا الفاشيا. بعد منها بيري فيرتيبرال فاشيا، ادي السيرفايكال فيرتيبري، البودي بتاع السيرفايكال فيرتيبري، وادي السباين بتاعها بوستير، ولكن حواليها في فاشيا اللي انا بعلم عليها دي اسمها بيري فيرتيبرال فاشيا، والبيري فيرتيبرال فاشيا ماسكه في البرومننس بارت اوف سيرفايكال فيرتيبري في البودي وفي الترانزفيرس بروسيس وفي السباين، وبتعمل لي انفستنج للبيري تراكيا الماسلز، مجموعه عضلات اللي ماشيه حوالين البيري فيرتيبرال ماسل. يبقى بتعمل انفستنج للبيري فيرتيبرال ماسلز، والبيري فيرتيبرال ماسل بتنقسم لانتيرو جروب ولاترال جروب وستيرو جروب، هناخدها ان شاء الله في الماسكولوسكيليتال سيستم. بعد كده في نوع تاني من الفاشيا، من الديب فاشيا في السيرفايكال ريجن، اسمها كاروتيد شيز، ادي الكاروتيد شيز، وهي عباره عن فاسكولار فاشيا، نيوروفاسكولار فاشيا، ودي بتضم لي مين؟ بتضم لي الكاروتيد ارتري، الانترنال كاروتيد ارتري والكومن كاروتيد ارتري، وكمان بتحتوي لي كمان على مين؟ الانترنال جاجولار فين والفيجاس نيرف، ثلاثه ستراكشر مهمين ماشيين داخل الكاروتيد شيز. والكاروتيد شيز عباره عن انبوبه ماسكه من البيز اوف ذا نيك ونازله عند السيبير ميدياستاينم، وموجود فيها مجموعه الاستراكشرز دي انا هنتكلم عليها ان ديتيلز ان شاء الله في السوركس. يبقى دون عباره عن ايه؟ الكاروتيد شيز واحد من الديب فاشيا. الديب فاشيا في السيرفايكال ريجون، فاشيا كولي، بيري تراكيا الفاشيا، بيري فيرتبرال فاشيا، كاروتيد شيز. ناخد صورة تانية ليها برضك للسيرفايكال فاشيا لأنها مهمة، الديب سيرفايكال فاشيا مهمة جدا في الأناتومي ومهمة جدا كمان في الجراحة، بتهمنا كتير جدا. لأن أدي لو بصينا هناخد هنا على حسب اللون، اللي لونها خضرة الطبقة اللي لونها خضرة دي عبارة عن الانفستنج فاشيا أو فاشيا كولي. طيب بعد كده البيري فيرتبرال فاشيا اللي احنا شايفينها باللون البرتقالي ده، البيري فيرتبرال فاشيا اللي أنا بعلم عليها واضحة خالص أهي. بعد كده في الكاروتيد شيز باللون الاحمر، ادي الكاروتيد شيز والاستراكشر اللي احنا اتكلمنا عليها كونتنت اوف ذا كاروتيد شيز. بعد كده البيري تراكيا الفاشيا، وادي البيري تراكيا الفاشيا انفستنج ثايرويد جلاند والتراكيا والاسوفيجاس. بعد كده الديب فاشيا لو اتكلمنا عليها في منطقه الباك، منطقه الباك الديب فاشيا بتدينا 3 لير وبنسميها سوراكو لامبر فاشيا. لو خدنا مقطع في الباك في الظهر من هنا
الديب فاشيا بتبقى سيك ويل ديفلوبد، كمان بتتقسم الى 3 لير، ادي البوستيرور لير اوف ذا سوراكولامبر فاشيا، وادي الميدل لير اوف سوراكولامبر فاشيا ماسكه في ترانزفيرس بروسيس، وكمان ادي الانتيرو لير ماسكه في الترانزفيرس في الانتيرو اسبيكت اوف ذا ترانزفيرس بروسيس، وبيجتمعوا مع بعض كل الثلاثه لير ويعملوا لي هنا اتشمنت لمجموعه الانترن اوبليك ماسل وترانزفيرسس ابدومينال ماسل في الانتيرو ابدومينال وول. لكن بيهمنا ايه الاستراكشرز الموجوده فيها. البوستيرو لير والميدل لير بيعملوا فيستنج للاريكتو سبايني ماسلز اللي هي الساكرو سبايناليز ماسلز، ودي من عضلات الباك هندرسها في الباك. غير كده كمان الميدل لير والانتيرو لير بتعمل لي انفستنج للكوادريتس لامبورم ماسلز، ادي عضله اسمها كوادريتس لامبورم ماسلز موجوده من العضلات الموجوده في البوستيرو ابدومينال وول. غير كده الانتيرو لير اوف ذا سوراكولامبر فاشيا بيطلع منها فلاب رجعه منها او اكسبانشنز انتيرو تو اتاتش ان ذا بودي اوف ذا لامبر فيرتيبري، وبدي بتعمل لي حاجه اسمها سوس فاشيا investing the psoas major muscle، ودي لها أهمية كلينيكية هنتكلم عليها لما ندرس psoas major muscle. طيب الديب فاشيا في منطقة السوركس بتكون سين layer of the deep fascia وبتعمل covering للintercostal muscles والريب، لكن في منطقة الابدون بتكبر ريديمنتري متنحية مش موجودة في superficial fascia، لكن مفيش deep fascia او بعض الاحيان ما بتكونش موجوده خالص في الانتيرو ابدومينال وول، منطقه الانتيرو ابدومينال ما فيش فيها ديب فاش، ودي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى، لان لو موجوده ديب فاش مش هتسمح للابدومين اكسباندد انتيرلي. لما الانسان ياكل اكله كبيره البطن بتاعته الانتيرو ابدومينال وول بيحصل له اكسبانشن زي انتيرو قدام منه تكبر بطنه لقدام، انما لو موجود ديب فاش هتمنع هذا الحدث عمليه الاكسبانشنز اوف ذا ابدومينال كافيتي انتيرلي. هيحصل بوشنج على مين؟ هيحصل البريشر الانتر ابدومينال بريشر هيزيد على الدافراج، هيحصل ديفيكالت في ريسبيريشنز، الانسان ما يقدرش يتنفس لان في ضغط على الحجاب الحاجز. انما من رحمه ربنا ان ما فيش ديب فاشيا موجوده في الانتيرو ابدومينال وول. كمان اثناء البريجننسي في اثناء الحمل اليوترس بيكبر بيطلع من البلفس ويخش في الابدومينال كافيتي ويوصل ليفل امبلايكس وليفل زي فود بروسيس اوف ذا ستيرنم، يبقى اذا اليوترس حجمه بيكبر في اثناء الاشهر بتاعت البريجننسي، ففي الحاله دي حجمه بيزيد الانتر ابدومينال بريشر بيزيد، فتسمح عدم وجود الديب فاشيا في الانتيرو ابدومينال وول اكسبانشنز لمين؟ للابدومينال كافيتي انتيرلي، ودي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده الديب فاشيا في منطقة الارتكيوليشنز في منطقة الجوينت، هناخد اكزامبل الريست جوينت والانكل جوينت ناخدهم على ناحية كده. الديب فاشيا بيحصل لها موديفيكيشنز ويحصل لها سيكنينج وتعمل لي حاجة اسمها واتس كولد ريتوناكولا او ريتوناكولم. الريتوناكولم دي هي عبارة عن موديفيكيشن سيكنينج اوف ذا ديب فاشيا. طب وظيفة الريتوناكولم في المنطقة دي لو بصينا على منطقة الانكل ده، دي عبارة عن مجموعة اوتار ماشية اهي وعبارة عن مجموعة عضلات ماشية في منطقة الانكل ومنطقة الدورسال اوف ذا ريست جوينت زي قدام منا شايفينها اندر ذا اكستنسور روتيناكلم، دي الاكستنسور روتيناكلم. طب يبقى الاكستنسور روتيناكلم اللي هي موجودة في الدورسال اوف ذا ريست وكمان الفليكس روتيناكلم، وفي فليكس روتيناكلم موجودة في الريست والفليكس روتيناكلم موجودة في عند الانكل جوينت، دي ليها أهمية مهمة جدا، بتخلي لنا بريزرف ذا تندون during the movement of the joint in its position. اتحافظ لي على ان الاوتار بتاعت العضلات ادنها في مكانها اثناء الموفمنت اوف ذا جوينت، ودي مهمه في غايه الاهميه. ما يتحركش الوتر يتحرك يعمل الوظيفه بتاعته الكونتراكشنز، العضله تعمل كونتراكشن من خلال الوتر، ولكن ما يحصلش هيرنيشنز للوتر اللي بره، يدنه في البوزيشن بتاعه زي ما هو، وده شيء مهم جدا. البلانتر ابينيروزيس هو عبارة عن modified thickening of the deep fascia in the sole of the foot. والبلانتر ابينيروزيس دون بينقسم الى ثلاث اجزاء. ميديال بارت، سنترال بارت، اند لاترال بارت. والثلاثة بيروحوا يعملوا لي اتاشمنت بروكسيمال في الميديال تيوبركل اوف كالكينيوس. العظمة دي اسمها الكالكينيوس بتاعت الكعب، هم بيعملوا اتاشمنت في الميديال تيوبركل البروز الميديالي من ايه؟ من الكالكينيوس. يبقى دي الاتاشمنت بتاعت الايه؟ لبلانتر ابينيروز. لبلانتر ابينيروزس بيمشي عباره عن زي ترانجولار ان شيب،
وبيديني في النهاية هنا في منطقة التوز بينقسم إلى 5 ديجيتس، 5 فروع، 5 أجزاء، كل واحد كل فرع من دول بخش ينتهي في واحد من الايه من التوز اوف ذا فود. طيب البلانتر ابينيروز دول له اهميه مهم جدا. البلانتر ابينيروز وات از ذا فانكشنز اوف ذا بلانتر ابينيروز اللي هو جزء من الديب فاشيا. اول حاجه بروتكشنز ذا ديب ستراكشرز ان ذا سول اوف ذا فود، بيحمي لي الديب ستراكشرز اوف ذا فود، زي عباره عن النيرف والفيزلز اللي هي موجوده والشورت ماسلز الموجوده اندر ذا بلانتر ابينيروز. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية it preserves the longitudinal arch of the foot. الإنسان رجله ما هيش مستقيمة زي قال بالطوب، لا ده فيها كيرف، فيها منحنى، وإلا لو مستقيمة تبقى فلات فوت، يبقى مرض، في مشكلة. يبقى البلانتر أبينيروز بيحاول لي يخلي لي القدم عبارة عن arching، ودي أنت تتعامل مع الأسطح المختلفة الشكل الارشنج ستراكشر. غير كده إن هو بيدي attachment لمجموعة من الشورت ماسلز في الفوت. كمان بيعمل لي بريفنت اكسسيف دورسيفليكشنز، بيمنع عمليه الدورسيفليكشن اكتر من اللازم للفوت. غير كده كمان بيوزع لي التقل بتاع الجسم على اماكن مجموعه بوينت في الايه في القدم، مجموعه بوينت في الفوت، يعني ادي بوينت من ضمن البوينت، وادي بوينت 2 3 4 5 6 بوينت، بيتم توزيع تقل الجسم في اثناء ما رجلك بتلمس الارض تقف عليها في اثناء الستاندنج على 6 بوينت في الفوت. هندرسهم لما ندرس الفوت، ما يخليهوش في مكان واحد. يعني رجلك لمست الارض من ناحيه التوز برضك لازم يتوزع التقل بتاع جسمك على كل اجزاء الفوت، وده شيء مهم جدا في الميكانيكال اوف ووكينج، في الميكانيكال باسوي او الميكانيكال او الميكانيزم اوف ووكينج. بالمر ابينيروزس، منطقه الديب فاشيا في الهان بنسميها بالمر ابينيروز، وده شيء مهم جدا. البالمر ابينيروز زي ما احنا شايفين كده عباره عن تريانجولر ان شيب، شكله مثلث. الايبكس بتاعته كونتينود بروكسيمالي مع مين؟ مع تندون بتاع عضله اسمها بالماريس لونجس، بتمشي تمسك مع البالماريس لونجس، يبقى ادي التندون بتاع البالماريس لونجس. وبيجب سوبرفيشال لمين؟ للفليكسور روتيناكلم اللي اتكلمنا عليها من مده شويه بسيط. طيب البالمر ابينيروزس البيز بتاعته من هنا عند البيز اوف ذا فينجر بتنقسم الى ايه مجموعه ديجيتس، كل ديجيتس بتخش في واحد من الفينجر، وبتنقسم كمان الديجيتس دي الى تو فلابس، رجعتين، رجعه تمسك سوبرفيشالي تو ذا سكين تعمل لي السكين كريسيس، وجزء تاني يكمل في الفينجر يعمل لي سبورتنج ستراكشرز للستراكشرز الموجوده في الفينجر الموجود. يبقى ده اسمه بالمر ابينيروز، من ضمن الحاجات المهمه من الديب فاشيا في منطقه الهان. وظايف البالمر ابينيروز بتعمل لي بروتكشن للديب ستراكشرز سواء نيرف او فيزلز او شورت ماسل. كمان له مهم بيمسك بيعمل اتشمنت للماسل في عضلات بتيجي تمسك فيه. كمان له مهمه تانية انه بيمسك كويس فيرملي اتش تو ذا سكن عشان يعمل لي السكن كريس موجود، ان ما يحصلش سلافنج، السكن ما يتزحلقش في منطقه البلم مهما تمسك على حاجه جامد، لا ما فيش اي مشكله بتحصل. لا بيعمل لي السكن كريسز، ماسك في السكن كويس خالص اللي هو عباره عن البالمر ابينيروزس. بعد كده وصلنا للكويتشنز، ادي مرحلة الأسئلة عن المحاضرة. أول سؤال بيقول The deep fascia is rudimentary in one of the following regions، وكتبنا anterior abdominal wall, posterior abdominal wall, anterior thoracic wall, posterior thoracic wall, cervical region. طبعا الإجابة الصحيحة رقم A anterior abdominal wall. بعد كده regard to the deep fascia identify the pointed structure، وعلمنا لك علامة، العلامة هنا موجودة على مين؟ على flexor retinaculum of the wrist joint. بعد كده clinical important، clinical important دي مهمة، الأهمية الكلينيكية بتاعت الديب فاشيا غير الوظائف اللي اتكلمنا عليها، لكن في حاجات كلينيكية بتهمنا. دابترين كونتراكشر اللي هو الدابترين كونتراكشر ده عبارة عن ايه؟ ده مرض بيجي في الديب فاشيا في البالمر ابينيروز. ادي البالمر ابينيروز وادي الالنر سايد اوف ذا بالمر ابينيروز. لاسباب ما ممكن تروماتيك نتيجه لدبوس مسمار خرم ايده في الحته دي وهو بيتعامل، حصل جرح وصل للديب فاشيا في المنطقه دي، يحصل انفلاميشنز فيها فيحصل لي سيكننج، دي نورمال طبعا، نورمال البالمر ابينيروز نورمالي،
فيحصل فيه سيكنينج في منطقه الالنر سايت. فلما يحصل هنا سيكنينج فيه يحصل كونتراكشن. كونتراكشن يعني يقصر. كونتراكشر يعني بيرمننت كونتراكشن، يدنه اسران على طول مستمر في الاسر. يقوم يعمل لي هنا افليكشنز لمين؟ للليتل فينجر والرينج فينجر، يتاثروا يدوني الشكل اللي انا شايفه ده. طبعا شكله الشكل دون ايده هنا زي كلو هاند ماسكه زي كده. عاده الناس يحصل الدكاتره يحصل حدهم لبس يقول لك ده الالنر نيرف مقطوع، كاتنج في الالنر نيرف. لا، مفيش كاتنج في الالنر نيرف، في الالنر نيرف سليم. دي مشكله، نعمل الكترومايجرام نلقى الالنر نيرف شغال تمام كويس خالص. لكن دي نلاقي السبب الوحيد بتاعها ديبترين كونتراكشر، اللي هو عباره عن مرض في الديب فاشيا، وبنعمل له ريليز سيرجيكال ريليز ونشيله ويرجع الانسان يتحرك عادي، يعمل اكستنشن لمين؟ للليتل فينجر والرينج فينجر مره تانية. ثانك يو.